والنقد الدولي عشان يتكلموا ان احنا هنستلف منهم تاني فلوس. مش حل. الحديث مش حل. طب خليني اقول للناس انه الحديث بيقول ده وفقا ل يعني اغلبيه وكالات الانباء بانه احنا محتاجين 21 مليار دولار، هناخد جزء منهم اللي هم 12 مليار من صندوق النقد الدولي، والباقي هاخد أربعة تقريبا 4.5 من البنك، عفوا من البنك الافريقي اظن. لا لا، احنا هناخد تبقى 10.8 من صندوق النقد الدولي كوعود على شرايح ثلاث دفعات. وبنتكلم ان احنا هناخد من البنك الدولي برضو تقريبا حوالي 1.5. البنك الدولي البنك الدولي هناخد منه قرابه حوالي 1.5 سنويا على برضو ثلاث دفعات، وهناخد من البنك الافريقي 1.5 على ثلاث دفعات. يعني احنا بنتكلم الحزمه كلها اللي احنا بنتكلم عليها. لا كانوا بيقولوا 4 مليار من البنك الدولي. ما هو لا، ما 4 مليار ونص احنا هناخدهم على ثلاث دفعات. على ثلاث دفعات يعني 1.5 في 1.5 في 1.5 يعني 4 مليار ونص. اوكي. فاحنا بنتكلم النهارده الدفعه اللي احنا بنتكلم عليها دي كلها دي مربوطه، والباقي من بنك التنميه الافريقي. تمام. ما 1.5 مليار برضه بيقولوا كمان ان احنا احتمال نبيع سندات دوليه. مش سندات دوليه بس، هم جايين النهارده. بص انا عايز اقول على حاجه واحده بس، انت تقدري تاخدي قروض زي ما انت عايزه عشان تبقي فاهمه، بس ما تقدريش تاخدي استثمارات. خلي بالك من الكلمه اللي بقولها سريعا بقى لان وقتنا هيجري في هذا الشأن. تقدري تاخدي احنا منتظرين زي ما انت شروط عايزة. شكلها ايه مريرة. من البنك مريره، والشروط دي انا من النهارده بقول للدوله المصريه ارفضيها، لسبب انت هتقعي في فخ جديد. الدولار النهارده، اليورو دولار النهارده عامل 1.1. لو انت خدت النهارده على الاسعار دي، اليورو دولار مبدئيا راح 1.1 وبعد كده هيروح 75، معنى كده انك انت هتدفعي الثمن ده اكتر منه 3 4 اضعاف. دي نمره واحد. نمره 2 دي الفوائد. ده على السوق العالمي بقى مش المحلي، الجنيه عمال بيغرق عندك. تمام. نمره 2، تقدري النهارده انك انت هتجيبي الموارد عشان تسددي الاقساط دي عليك ازاي؟ ما حدش يجي يقول لي 1% ولا 2% ولا 0.5%. انا بقول لك هتدفعي مبدئيا في ظرف 3 4 اشهر 10% فرق السعر نتيجه السعر العالمي فقط لا غير ما بين الدولار واليورو. يبقى انت بتاخديها من النهارده بفرق ده. حذرنا المجلس العسكري بعد 2011 لما كان عايز ياخد برضه 3.4، وما خدهاش. كان وقتها اليورو دولار عامل 1.5. اللي انت النهارده بتدفعي المديونيه بتاعت ال 34 مليار بتاعت 2011 بزياده تقريبا حوالي 200 مليار جنيه عليها. تمام. زياده عن السعر بتاعها نتيجه تخفيض قيمه الجنيه من 5 جنيه. بس ما عندناش حاجه تانية ناخد منه فلوس. ما لا، عندك مين؟ ودي الدوله ما بتفكرش فيه. الدوله بتفكر الاسهل طرق ان انا ازود الاسعار. مين يا دكتور عشان وقتها؟ لازم النهارده الدوله المصريه تبتدي تنتج عن طريق ايه؟ ترجع بقى لنظام المشكله اللي كان عاصرها السيد الرئيس راحل السادات، وتبتدي الدوله المصريه عينيها على 8 مليون فدان موجودين في مصر. الدوله تبتدي تاجرهم لصالحها من المزارعين، وتاخد حصاد وتغطي داخليا وتصدر الباقي. عندي النهارده كل المصانع شغاله 30% من الطاقه الانتاجيه بتاعتها. الدوله تمتلك خامات من غاز ومن محاجر ومن حديد وما شابه ذلك، تبتدي تأجر 70% خطوط الانتاج وتبتدي تاخد وتصدر للخارج. الدوله تقدر، مش هتقدر تبني مباني مصانع كمان 3 4 سنين، بس عندها مصانع موجوده النهارده متعطله، تبتدي تركز عليها وتبتدي تضخ استثماراتها. الخامات مش هتدفع فلوس وتصدر للخارج. هقدر اجيب لي مش اقل من 7 8 مليار دولار وشغلت كل القطاعات في مصر. وهنا بقى العين بقى اللي احنا بنتكلم عليها. الاستثمارات تبتدي تجي لك امتى؟ لما معدل الفقر يبتدي ينخفض. الاستثمارات تيجي لك امتى؟ لما الدين الداخلي والخارجي يبتدي ينخفض. الاستثمارات تيجي لك امتى؟ لما اشوف النهارده الجاب ما بين السوق الرسمي والسوق المش رسمي ان هو ابتدى يتقارب ما بينهم وما بعض. انما كل ما هتصنعه الحكومه النهارده دي كلها هي بتضع نفسها في مأزق جديد واكتر واكتر واكتر. واللي انا بقوله للحكومه النهارده، ما سمعتيش كلام البنك الدولي في اخر في اكتوبر 2015 اتقال لك توقفي عن التوسع في المشروعات، ان الحكومه ليس لديها رؤيه، اللي هي حكومه المهندس محلب ما لهاش رؤيه لغايه ما وصلنا النهارده كده. طب انا مستني صندوق النقد النهارده هناخد منه 10 20 30 ان شاء الله جاب لي 50 مليار. كل ده هيوصلونا مرحله واحده دي، وارجع اكدها تاني، مصر هتوصل قبل نهايه هذا العام لمرحله الخيار. تمام. وهي يعني اخطر مرحله ستمر بها مصر. ايه مرحله الخيار؟ الخيار باللغه الدارجه كده، عايزين ننقذ مصر، العين على الكرسي. من الاخر، مصر بتغرق في 2016 اقتصاديا عشان يتم النهارده المراهنه على كرسي مصر ومقعد. طيب. مصر. عشان كده انا بتكلم النهارده، الشعب لازم يلتف حوالين الرئيس. الشعب النهارده لازم يفوق. احنا في حاله حرب مش حاله ارهاب. حاله حرب يعني لازم اقتصاد حرب. يعني كان زمان ام كلثوم كانت بتسافر للخارج تلم فلوس عشان تدفعها للسلاح. يبقى انا النهارده كمواطن مصري لازم اقلل من استهلاكي وترشيدي النهارده وابتدي ادور